من جديد يعود الحديث حول مصير تواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية إلى الواجهة، وهذه المرة من بوابة الكونغرس الأمريكي الذي أصدرت خدمة البحوث فيه تقرير الأسئلة السبعة حول الوجود العسكري الأمريكي ومستقبله في العراق. تقرير الكونغرس صدر في 16 من شباط الجاري، لكن مجلس النواب العراقي ليس لديه علم به ولا بتفاصيله، وهكذا الحال بالنسبة للجنة الأمن والدفاع النيابية التي قال أحد أعضائها إنهم لا يعرفون عنه شيئا. بالنسبة لهذا لم يصل إلى مجلس النواب، يعني أو لم يصل إلى لجنة الأمن والدفاع. حقيقة احنا نحتاج إلى تواصل أكثر بين لجنة الأمن والدفاع وبين الجانب الحكومي الجانب التنفيذي لكي تكون الرؤية مشتركة وأكثر وضوحا. أعضاء في مجلس النواب تحدثوا ليو تي في عن ضرورة إطلاع البرلمان على المستجدات حول مفاوضات اللجنة العراقية الأمريكية العسكرية العليا المعروفة اختصارا بـ HMC. كل هذه الأمور تبقى على مصراعيها مفتوحة دون أن يكون هنالك يعني وجهة علنية من الحكومة. إذا هو قادر على دحر الإرهاب فلا وجود للتحالف الدولي على أرض العراق، هذا جزء من السيادة. لحد الآن لم يتم إشعار أي طرف سياسي بهذا الخصوص، ويبدو أن هذا الأمر معلق فقط ما بين الحكومة والجانب الأمريكي. الكتل النيابية الداعمة لخروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي ما زالت تتحدث عن إنهاء المهام، لكن لغة الكونغرس والبيت الأبيض تؤكد في كل مرة عن شكل آخر للتعاون الأمني المستدام الذي ينطلق من اتفاقية الإطار الاستراتيجي. بحسب أعضاء في مجلس النواب فإن البرلمان يعتزم استضافة القائد العام للقوات المسلحة أو من يمثله من القيادات الأمنية للاطلاع على آخر تطورات المفاوضات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتي تخص تواجد قوات التحالف الدولي في العراق. من داخل مجلس النواب في بغداد، أحمد مؤيد، يو تي في.